اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهذه الأمور الأربعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى لها، فيها من المنافع للعبد الشيء العظيم، وفيها من أسباب نجاته الأمر الكبير، لأن العبد ينجو برحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعملي، وفي بعض الروايات: لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وفي رواية برحمته. الزول بيدخل الجنة برحمة الله، لكن الرحمة دي عندها أسباب. شكر رب العزة والجلال قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال في نفس السورة في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. انتبه للآية دي كويس، قال: ورحمتي وسعت كل شيء، بعد ذلك قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات من سورة الأعراف. فإنت عشان الله يرحمك سبحانه وتعالى تعمل أسباب الرحمة، ودي فائدة العمل، وإلا ما الفرق بين الذي يعمل والذي لا يعمل؟ أم في ناس لابدين زاي يقول لك الجنة دي أصله برحمة الله، نحن أصله واحدين كمان، والله واحد قال لنا الجنة دي بجي في الصراط ده بجي فوط طوالي كده، يا ذول على كيفك، قال الصراط ده بجي فيه فو، قال بمش طوالي بخش. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الثاني عمك كبير، أنا مرة كنت شغال معه، بعدين هو كان يوم وقفة زحمة زباين زحمة، مشينا المسجد وجينا، هو ده عصر طبعا بقى براوي ده عصر، قال لي: يا ذول انت ماشي الجامع؟ والله الجنة دي قال لي نخشها قبليك فو، قال يا ذول انت تخشها قبل، يمكن انا اخش النار، يمكن انا بعدين الله يدخلني النار، انا ما عندي شيء عند الله سبحانه وتعالى. هو يتصرف في العباد سبحانه وتعالى كيف ما شاء، بحكمته وعلمه وبعدله وبفضله ورحمته سبحانه وتعالى. عشان كده انت تعمل. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال سبحانه، كمان شفت الآية الدار أذكر عليك دي في تفسير ابن كثير، في صحابي صلى بالليل قرأ الآية دي في الصلاة، بقى يقرأ ويبكي لما جاء الصبح، آية مخيفة جدا، وفي نفس الوقت ترغب العباد في العمل الصالح. قال الله تعالى في سورة الجاثية، أسمع للآية دي كويس، قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، ناس يعملوا في السيئات والمعاصي، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال لك ذول اعمل في أعمال البر ومجتهد في الطاعات، واحد تاني في معاصي، ديل معقولة حياة واحدة وبعدين في الموت ده يموت حسن خاتمة وده حسن خاتمة؟ قال: ساء ما يحكمون. عشان كده الإنسان يخاف ويعظم الله ويجتهد في الأسباب التي بها ينال رحمة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء ده
وفي الحديث ذا بيدعو بأربع أشياء، ويتمين الليلة لما تموت أدعو بالأربع أشياء، دي مفيدة جدا وسهلة. لكن قبل الأربع أشياء الدعاء عنده آداب، والكلام ده في شرح رياض الصالحين في المجلد السادس في شرح الشيخ محمد صالح العثيمين، المجلد السادس والأخير في كتاب الدعوات، لما الإمام النووي ذكر مجموعة من الأحاديث والتبويبات في الكتاب ده، ابن عثيمين علق عليه، ذكر تعليقات في الأحاديث على الأحاديث ملخصة. انت لو داير تدعو أول شيء ترفع يديك لله تعالى، ولو ساجد ده أمر ثاني لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء برضو في صحيح مسلم. لكن تاسي قاعد ساي، أول شيء ترفع يديك، حاول تستقبل القبلة، بعدين ترفع يديك، والكلام ده كله ما للوجوب، لأن انت كان ما استقبلت القبلة برضو الله بيستجيب ولا ما بيستجيب؟ بيستجيب. الدليل قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلم، زول في بطن الحوت ده بيستقبل القبلة؟ ما شرط يستقبلها، فانت ما واجب، لكن انت لو استقبلتها يعني تحاول يستقبل القبلة. قال انت ترفع يديك الى الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم ايضا، دي كلها الاحاديث في صحيح مسلم، من رواية ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هو شي تاكل من الطيبات، ما تاكل الخبائث، بعدين بعد تاكل بعد تعمل شنو؟ تعمل اعمال الصالحه. وقال تعالى للمؤمنين يعني يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، والشكر يكون بالعمل، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، شكلي تعمل شنو؟ ترفع يديك. الرجل ده في موانع حالة دونه ودون الاستجابة، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فإنت أولا ترفع يديك لله كويس، اثنين تدعو الله بغير قلب ساه، يعني القلب يكون مستحضر، من تسأل الله تنكسر له. طيب ثلاثة تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، مش طوالي دار الله يغنيك طوالي، بس ترفع يديك يا الله اغنيني سريع، ما يتأول شي شنو، تحمد الله تحمد الله سبحانه وتعالى، تثني على الله بصفات المحامد وبصفات الكمال وتنزيه عن صفات النقص جل وعلا. الدليل السورة اللي بتقراها في كل رقعة، سورة الفاتحة كدليل، يعني بتقول الحمد لله رب العالمين، تبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، حتى بعد ذاك بتدعو بتقول اهدنا الصراط المستقيم، عرفت؟ بتقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فتحمد الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، صليت عليه آي، ثاني تدعو بالدعوة، في الدعاء ذاته تتخير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، داير الرحمة تقول يا رحمن يا رحيم أرحمني، داير الرزق تقول يا رزاق أرزقني، داير ذرية تقول يا وهاب هب لي ذرية من عندك، داير مغفرة تقول يا غفور أغفر لي، يا غفور يا غفار إلى آخره، فتتخير الاسم المناسب لشنو؟
للدعاء بتاعك. يعني ما ممكن تقول يا جبار ارحمني. جبار ده خليه ولا الشغل شنو؟ زول انت زعلان منه يتقول يا جبار يا منتقم دمر الزول، لا طوالي. ويكون ظلمك جد مش ساي، يكون ظلمك جد. مع انه ان سالت بالجبار قد يستجيب لك، لكن هنا تتخير الاسم المناسب. عرفت المساله؟ فدي من الفوائد. بعد ذاك تختم بالصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. ابن عثيمين قال في اربع اشياء بتخلي الانسان دعوته ما مستجابه. واحد ان يستعجل في الدعاء، يقول دعوت الله او دعوت فلم ارى يستجب لي، او دعوت فلم يستجب لي. انا قاعد ادعو الله ما في شيء، قول يا الله تغنيني وما بغنيني، هو ده ليه خير لك انت ما جايب خبر. زي واحد من الدعاة قال بشرح في الآية من سورة الحجر، قال الآية دي لله المثل الأعلى، زي الطفل الجاء جاري عنده أبوه بيأكل في سمك، الطفل ده قال شال السمكة ودار شنو؟ دار يأكله وفيها شوكي، طبعا اللبن مفتح بيشيل اللحم وخلي شنو؟ خلي الشوك يزيح الشوك ويأكل اللحم. ده الطفل جبس دار يأكل، قال اللب ما بخليه، بيشيل منه السمكة بيقطع عليه صغيرة صغيرة بديها له. قال اللب ما بخيل عليه ولده، لكن الولد جاهل بيأذى نفسه، واللب دار يديه لكن برضه شنو ده كبكي داري خميشة كلها وده بديه صغيرة صغيرة. قال لله المثل الأعلى، قال الله قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال أي شيء عند الله خزائنه والله كريم، لكن أنت مرات بتدعو بديك شيء تقول يا الله عمارة يديك بيت جالوس بس، تقول لا أنا داير عمارة أخير لك ده. العمارة دي كانت دوك لا ما بتصحى للصبح، بتقفل القزاز لا بتسمع أذان ولا أي شيء، وبتجيب لك الحرامية أسي بيت الجالوس ده خليته فاتح، حرامي دخل يقول استغفر الله بيجي راجع بيفتش لهذيك. لكن ده مرات الواحد الدوك قروش كثيرة بكون معاه ابتلاء سرطان مرض تمرق له في الأردن في وين. فالمهم ملخص المسألة إنك ما تستعجل. اثنين قال ألا تأكل الحرام للحديث السابق، ده من موانع الدعاء تأكل حلال، من موانع الدعاء تأكل حرام، من أسباب الاستجابة أن تأكل الحلال. ثلاثة ألا تدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما تقول يا الله بس يا الله المرة دي أسكر وناس الدورية ما يجوا لافين، لا بيجوا لافين، هنا ما تدعو الله بدعوة زي دي. أربعة ألا تعتدي في الدعاء، الدعاء ما تعتدي فيه، أو كما قال رحمه الله يعني أنت ما ممكن تدعو الله بشيء الله ختمه. الله مش ختم النبوة، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أنت ما تقول يا الله بقيني نبي، لأنه ده اعتداء في الدعاء، الله ختم المسألة ما تسأل سؤال زي، ولا تقول يا الله بقيني ملك، ده اعتداء في الدعاء. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فدي مسألة. الأربع أشياء، اللهم إني أسألك الهدى، الهدى ضد الضلال، وأكثر البشرية اللافة ديل على ضلال. شفت البشر ديل اللافين هسي برا في الواطة دي أكثر على ضلال. قال تعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال قال وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وغير آيات كثيرة. إنه دائما في الغالب أهل الضلال أكثر من أهل الحق،
عشان كذا هسي بتلقى الناس الشغالين بالعبادة والدين الصحيح بتلقاهم قلة. تلقى المسجد تلقى صفين، تمشي الاستاد تلقى ملان مدفق، والاستاد مقروش والمسجد مجاني. شوف الهوس بتاع الناس يعني بلاوي كثيرة. تجي محاضرة تلقى خمسة انفار ستة ومفرقين، واحد راقد دار ينوم. تمشي الحفلة تلقى البيت ملان، واحدين واقفين في قاعدين في الحيط، واحدين فوق في راس البيت، واحدين ناطين بجايب ونسوان ورجال، ومشاكل طويلة جدا. ولا ما كذي يا ناس؟ يا هدى الحاصل. فالهدى الهدى تعرف الحق، تعرف الحق، وإن دار تعرف الحق تصدق مع الله تكون صادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. تكون صادق بيقودك للبر، والبر قال ابن عثيمين كثرة الخير. وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي رواية: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، دي مسألة. الهدى يكون بالدعاء، تسأل الله اهديك كما في هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. كذلك الهدى يكون بالتواضع، تكون زول متواضع. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات. فأنت تتواضع، تمشي تتكبر، ما بتمشي للهدى، بتكون ضال. قال الله تعالى في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وده حال الكثيرين الليلة. تجي تتكلم في التوحيد وقول ناس وحدوا الله، نادوا الله براو، البعتر ما ينادي الشيخ، ينادي الله. الزول مات غسلوه كفنوه ودوه القبر دفنوه، تمرك برا دفنوا ذاته ما ينادي. ما ممكن انا زول يموت اغسله وكفنه ما قادر يتحرك، واخدته في عنقريب وشيلوه اربع انفار اربعه ما قادر يتحركوا، ودوه القبر يحفروا المطموره واللحد، والدلحد نحن بنسميه الدلحد، يحفروه ويدخلوا جوا القبر ويجيبوا الطوب يرصوه والطين يليسوه، ما بخلوا ليك نفس، كان بقيت حي تورطت تاني ما بتمرق. هنا جوا شفتها ويردموك تراب، تراب ثقيل، وبعد التراب يجيبوا باخات جرادي لكبوها فوق عشان التراب ما يطير، ناس بيجيوك جهه ثقيله ومربوط بجنبه. بعد ده الاربعه ذاته شالوه، يمشوا خطوات، واحد يعتر يقول: يا فلان الحقنا، فلان ياتو الدفنوسي، يا ناس انتوا ما كنتوا اربعه شايلينه، كيف يلحقونه؟ وكان بيلحق وبيتحرك، انت ما كان تخدته في العنقريب وزحوا الاربعه بجنبه وتقول لابونا الشيخ هاي نتلاقى في المغابر هناك نصلي عليك صلاه الجنازه هناك، كويس نجي هناك تعلينا هناك، لكن انت عارفه ما بيتحرك. رب العزه والجلال قال: وما انت بمسمع من في القبور. كذي موضوع واضح جدا. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ده ما هدى الكلام ده يا ناس؟ هدى ولا ضلال؟ مش هدى. الرسول لما انجبه صلى الله عليه وسلم وقال للناس: وحدوا الله، اجعلوا عقيدتكم في الله جل في علا، بالمعنى ده ولا اله الا الله تفلحوا، تعرف
قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. والله قالوا الزول قرب يضللنا هو الضاليات فيهم. قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك، شوف الله ده عظيم كيف، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا إلى آخر الآيات. فلذلك أنت لو دار تهتدي ما تتكبر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وده حال كثيرين الليلة. تعال لك كده يقول لك الوليدات الصغار ديل جونا بدين جديد. الدين الجديد شنو؟ وحد الله، ده جديد جديد وحد الله. زي قالوا على كفار زمان، كفار قريش قالوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ معقولة بس واحد بس؟ إن هذا لشيء عجاب، ده كلام عجيب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. اختلاق يعني شيء جديد، يعني شيء اختلقته أنت، كذبت فيه جبته جديد. فلذلك أنت تتواضع للحق وتسمع الحق وتكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. الهدى والتقى، لما نجي الهدى ومعاه والتقى، الهدى العلم والتقى العمل بالعلم باختصار كما قال ابن عثيمين رحمه الله. لما تجي التقى، لفظة التقى براء، التقى فعل الطاعات واجتناب المنهيات بس. الزول التقي بيتقي الله في سمعه، ما بيسمع الحرام بيبعد منه، في بصره بغض بصره من الحرام، في لسانه بيتقي الله في لسانه ما بيتكلم بشيل بيغضب الله سبحانه وتعالى، وهكذا يتقي الله يبتعد من المحرمات ومن المنهيات ويفعل الطاعات. وفي التقوى عندها تعريفات تفصيلات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. ثلاثة قبل الأخير من الأشياء دي، قال والعفاف. والعفاف قال ابن عثيمين الابتعاد عن الفواحش. طبعا العفاف أحيانا الابتعاد عن الفواحش والمحرمات، وأحيانا عدم سؤال الناس. شكي رب العزة والجلال قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كن زول عفيف، تبعد من المحرمات بشتى أنواعها، من الزنا، من مواقعة المردان، من العادة السيئة، من غيره تبتعد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ودي من أسباب عذاب القبر، شفت الوقوع في الزنا، كما في البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي مر بها التي رأى أشياخا، يعني ناس كبار في السن، ورأى رجالا ونساء على مثل التنور. التنور ده فرم كما قال النووي رحمه الله، أعلاه ضيق وأسفله واسع زي القدرة بتاعت الفول، شفت القدرة بس قريبة لها، فوق ضيقة وتحت واسعة قدرة، ده الفرم، فرن فوق ضيق وتحت واسع، تحت نار. النار دي لما تهيج، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ضوضوا، ضوضوا يعني صاحوا، بتطلع بهم فوق، بيطلعوا يقربوا يمرقوا، تاني ترجع بهم بس يتعذبوا كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين ما من هؤلاء، ديل شنو وديل منو؟ فقالا له في نهاية الحديث هؤلاء هم الزنات والزواني.
الذين على مثل التنور. فالزول يتوب، لكن إذا تاب قبل الله توبته كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون يحرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا غفورا رحيما. كذلك من العفاف عدم سؤال الناس، ما تشحد الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن يستعفف يعفه الله أو يعفه الله. أزول يكون عفيف ما تشحد الناس. ابن عثيمين قال: كون تسأل الناس من غير حاجة، أنت ما محتاج تسأل الناس، زي كثير من الشحادين. واحد تلقى مركن له بوكسي بجنبه في بيته ويجي يشحد، يتعود يشحد بس، يقول لك حق المواصلات بس، هو بيصل وبيجي وتاني بيصل وقاعد القروش وتلقاه يشحد يشحد. واحد برضه في الخرطوم لقيته ده بيقول: يا جماعة أنا عندي صرعة، وأنا لا يوم شفته مزروع، عندي صرعة، قال بدوه قروش تاني يمشي المسجد البعيد، عندي صرعة. قال السؤال ابن عثيمين، قال السؤال من غير حاجة حرام. قال الدليل على أنه حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يسأل الناس يعني حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يوم القيامة هي وش ما فيه لحم، لأنه أذهب ما أوجهه في الدنيا بالسؤال. بنكسر للخلق، لو انكسر للخالق كان رفعه. قال يعقوب عليه السلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. تشكو لي الله وتفر إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ما تمشي للناس وما تسأل الناس، نازل ما عندهم شيء، فقراء شيوخ عاديين أموات في قباب، ما عندهم أي شيء، نازل بشر ضعف فقراء لله تعالى، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هم تصدق الله؟ قال الناس دي فقراء كلها لله، والله هو الغني الحميد. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو كنتم، ولا لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، أو كما قال. فلذلك انت شنو تكون عفيف. آخر شيء قال: والغنى. الغنى ما كثرت القروش، الغنى أن تستغني بالله عن خلق الله، باختصار أن تستغني بالله عن خلق الله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من وصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعنا، أسف للإطالة، بارك الله فيكم، السلام عليكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.